مشاهدينا الأعزاء، إليكم جزئيات عناوين نشرة شانيل تي في على أشتراشات. بنوميدا حل اليوم الرئيس البيزنطي على متن طائرة من الخطوط الجوية الفينيقية، وكان في استقباله بمطار قرطاجنة الدولي السيد هاني بعل رفقة وفد رفيع المستوى من الحكومة الوليلية، وتعتبر هذه أول زيارة يقوم بها الرئيس يوليوس قيصر بيكنباور إلى نوميديا. اليوم يصادف اليوم العالمي للمحفوظات. كاميرا الشانيلي انتقلت إلى أحد المدارس الصغيرة بإحدى القرى لتنقل لنا فرحة وبهجة الأطفال باليوم العالمي والوطني للمحفوظات. دنيا نوضي. سيتي تنجون مغا كيغوفوني دو غيرو كيغوفوني دو غيرو دغيير سون ريجيمو بوغ الي فوار عادي لو حالي بيا وامي وامي سولي فيا وامي وار اخوتي سمحوا فيا وهشام يا حبيبي واش دواك معايا يسري نوض ما فيش حاجة تيجي كده ارجع حبيبي كده ارجع زي زمان ابن اسمعني حد دلعني مغربية غربة والهم كل يوم استوار نشمنا مدى الأسعار نوالو دار الوقت هنا الأرض أو معاد ناس خاصنا يطرو مدرنا حمزة يلي نوين على الجراح صعب جدا تجرحوني صعب جدا تجرحوني مغربي يا حمزة أمينة بسلامة بسلامة والكرم شاعلية أمينة بسلامة بسلامة والكرم شاعلية أمينة بسلامة بسلامة طارق نوض فخيغو جانكير فخيغو جانكير أتانتي للتينو أتانتي للتينو تين تانتو مغربية تين تانتو انا مزوق فيكم الجماعه قولوا لبويا جوجني قولوا لبويا جوجني وانا مزوق فيكم الجماعه حسن لو كوربوي لو كونار اللي تيت ان فوا ان كونار كاشكون دو تخو ديش نورمون فيتا ويد ان تخاي يا حسن او غير عمر دار او غير عمر دار او غير عمر دار جلال العربيه او باخين عمر دار كلنا يتذكر ألا طيري ألا طيري وغني يا عصافيري. تدخلت اليوم فرقة من الوقاية المدنية بدائرة شماطة إقليم زواغة مولاي عبد الله، تدخلت لإخماد حريق شب في منزل بإحدى القرى، وكان المسمى شعيب لاباني عقد قطعة من الثوب المبلل بالإسانس السائل بديل لفأر أمسك به حي يرزق وأشعل النار فيه، إذ أن الفأر هرب في أرجاء المنزل مما أدى إلى إشعال النيران في كل شيء صادفه في طريقه. وقد فتح تحقيق في الموضوع بطلب من جمعية الرفق بالحيوانات. ليس دائما تصدق مقولة أحرق ولا تمزق. في الخبر الرياضي الوطني، في هذه الأثناء تتم عملية انتقال اللاعب الدولي كاواتشو. الزميل ماجد دائما متواجد. ماجد، كيف هي الأجواء هذا الصباح؟ نعم اخ ديناصور، طقس حار لا وبالمونتر ولا بالساحي، ها ها رياح شماليه جنوبيه وعجاج على السواح. كابتن زير معي، انا بصدد مساءلتك عن ما هو جديد في اسواق الاحد
للانتقالات، ما هو الجديد كابتن؟ السؤال واضح. لا أخ ديناصور، لا جديد يذكر في القديم. وهل تمت بسلام صفقة انتقال اللاعب كواتشو كابتن؟ لا ليس بعد، وعندك الزهر، فنحن الآن سنتابع مباشرة آخر لمسات هذه الصفقة، فكما تتابعون على الشاشة على قناة تشانيلي نرى اللاعب كواتشو وهو يستعد للرحيل، وعدد من البزاني سيحاولون الدخول جنبا في الصفقة. ها وماذا عن الثمن النهائي للاعب؟ لا لم يعرف لحد الآن، فالبزاني لا زالوا يتشاطرون في الوقت الذي تتم فيه عملية تقويم مدة صلاحة اللاعب. والآن على قناة شاليلي وفي بث حصري سنتابع هذه العملية، تابعوني. والله ومعقول عينيه مع الكرة. ندير معنا ندير انت ها هي ديالك سيدي بالله وتكالي راه سيدي بالله هذيك والله ما رابح معاك شي حاجه، راه غير بغينا نتفايلوا معاك الصباح. والله حنا زعما ماشي اول مره غنتقداو من عندك، الله ينعل الشيطان. نقول لك هضره معاك جوج فراق كشاري عندك. شوف سير جيب دوره، ولا لقيتي شي ركابي بحال هادو انا نخلصهم لك. علاش غندير دوره انا مالف نشري في الرومبلاسون؟ الله ينعل الشيطان. راه بايع لك انا الجوكر، راه فيه لفان طلاطاك وستيران، راه ماشي بيع لك الرومبلاصه. وانا الشيطان دير معنا الملح في الطعام. دير معنا الملح في الطعام وكون تنهضر معاك. ماشي انا زعما راه كليان هذا، ماشي شي واحد اللي عاجانا. راه تصاوبنا معاك حتى الحد كاع، راه ما بيعش لك الرومبلاصه. وانا ما نمشيش لك الرومبلاصه. الله يهديك الله يهديك الحاج. دوري لنا معاه بحلاوتك. طيب ديناصور، الآن سنبقى مع تصريح للاعب كواتشو. معي لاعب كواتشو تعال لاعب كواتشو، معك قناة شانيلي، ماذا تقول قنانيفك عن ثمن ركبتيك؟ أولا بسم الله الرحمن الرحيم، أنا خويا ضمو ضربت راه ماشي في صالحي، وكيقولوا لك الموسم ما بديتوش زوين. انا غنقول لك علاش هذا الملعب كيضلوا يشدفوا عليه، حيتاش ما كيدويش، البهيم كتموت بالجوع وهما كيضلوا يشدفوا على الربيع. كره القدم ياك كيضلوا يبوطوا فيها وما كتهضرش مسكينه، وهي براسها كتضل تضرب في الباره، وهالضرب كامل شكون اللي دارو؟ دارتو المضاربات. الاربيط كيضل يجري معانا وما كيباسيوش ليه كره، ما كيفرقوش معاه. لونترينور كيقول لك ماركي وينوض خويا ماركي؟ هو انا كنطالب الجامعه باش تنصفني. ماذا تفكر، هل ستنتقل او ماذا لاعب كواتشو؟ انا كنفكر نبدل كره القدم بالملاكمه. مبروك عليك، راك بارك الله، راك الاقرب الله صراحك. والى اي وجهه من فضلك انتقل لاعب كواتشو؟ ريال مدريد. إذن سيداتي سادتي، مباشرة وحصريا على قناة شانيلي، أقول لكم أن اللاعب عبد الجليل كواتشو انتقل لفريق ريال مدريد الإسباني فرع الملاكمة. كان معكم مراسلكم الكابتن ماجد لقناة شانيلي. عبد الجليل يلا أجيب السيرفيت معك الآن. نعم إنها عملية انتقال كواتشو. إذن هنيئا للاعب كواتشو وعقبة لماجد. في صفحة الموسيقى الروحانية حقق مغني الـR&B الشاب سنوب دوغ أو كعكة الكلب حقق عائدات مهمة بعد صدور ألبومه الأخير صحبة إيمينيم، وظهر ثنائي في أغنية جديدة عنوانها أم سوري ماما أو سمحي لي الوالدة، إذ أن الفيديو كليب صنف على رأس التوبطين الذي تصدره النقابة الفنية التي يرأسها عازف القطار الكهربائي السريع الحاج يونس ميغري. يأتي هذا في ظل النجاح الذي تعرفه خالدته 50 سنت أو نصف درهم، أغنيته الناجحة PMP التي يقول مطلعها I don't wanna hear me PMP أو شيئا من هذا القبيل.
نهاية الأخبار، دمتم بخير، تهلوا في أنفسكم وتجوزون بخير. الشيء سعيد.